صباح الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوفتي في مباشرة معكم من منطقة الحي الحسني. هذه هي الرحبة الشهيرة اللي كانت ناطت فيها الفوضى وتشفروا فيها الغنم من تحت الكرياج كما كتلاحظوا. يعني كل سنين دابا اللي دازت على داك الحادث ديال سرقة الحوالة من الرحبة الحي الحسني تم إلغاء من داك الوقيتة تم إلغاء الرحبة. يعني تمنعات الرحبة مابقاش يتحطوا فيها الحوالة مابقاش يتباع فيها الغنم من داك الوقيتة تمنعات. عطاهم غير الجنابات ديال الرحبة كما كتلاحظوا كما شوف الروبورتاج الأول. يعني كانت واحد الفوضى كان دارت البوز هاد الرحبة سرقة الأغنام والحوالة من تحت الكرياج وكانت عقوبات قاسية في حق هادوك الجونات. منعات الرحبة وعطاهم غير الجنابات ديال الأزقة ديال الرحبة يعني نفس المكان غير الرحبة ما يعمروش فيها الأغنام كما كتلاحظوا كاين سوف غير الكلاب الضالة حاشاكم. يعني كون كان هذا الكرياج كيدوي يكون عاود شنو كان وقع يعني الناس اللي اش بدات الحواله من تحت الكرياج. كانت الازمه ديال كورونا وكان فيروس كورونا ولكن السرقه علاش. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من منطقة الحي الحسني الرحبة الشهيرة اللي كان سرقوا منها الغنم من تحت هذا الشباك. كانت عقوبات قاسية في حق الجنود. مشاهدينا الكرام عفوا صباح الخير. الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.